السلام عليكم. هحكي لك قصة طريفة لأديب أيرلندي اسمه سامويل بيكت. الأديب ده توفى سنة 1989 عن عمر 83 سنة. كتب مسرحيات كتيرة، كان هو موظف وما كانش في دماغه خالص إن يبقى أديب. كتب مسرحيات كتيرة وكتب مسرحية اسمها في انتظار جودو، مسرحية مشهورة ومعروفة جدا، خلته ترشح إنه ياخد جائزة نوبل. وبالفعل فاز بجائزة نوبل، ولما عرف إن هو يفوز بالجائزة دي استغرب جدا واندهش. هي المسرحية عبارة عن 2 صعاليك مهمشين قاعدين مستنين جودو. مين جودو؟ محدش عارف جودو ده، هل هو القدر، هل هو الموت، هل هو السعادة، هل هو فلوس، هل هو شخص معين؟ مين جودو؟ محدش عارف ايه جودو ده اللي ما بيجيش. وبيطلب منهم ان هو ما يرشحوش للجائزة او ما ياخدش الجائزة. بيقول لهم انتوا هتدوني الجائزة عليا، انا ما عملتش حاجة تستحق الجائزة، انا مش فاهم اصلا اللي انا كاتبه، ازاي انتوا فهمتوه؟ الناس هتقول بيدوا الجائزة لأي حد. ففضل فترة مشغول بالقصة دي ومش شايف ان هو عمل حاجة تستحق اصلا ان يفوز بجائزة نوبل. فبعد فترة بيهرب بقى من الصحافة والإعلام والشهرة والتلفزيون وكل الحاجات اللي بتجري وراه ده، عشان راجل فايز، أديب عالمي أيرلندي فايز بجائزة نوبل. فبيعثروا عليه بعد فترة وبيعرفوا ان هو موجود في تونس. وبعد فترة بيتوفى، بعد أسبوعين كده بيتوفى في ظروف غامضة محدش عارف بيتوفى ازاي. وبيسيب وصية ليه، الوصية كانت عبارة عن صفحة بيطلب من أصدقائه اللي هو اختارهم. الوصية دي كانت عبارة عن طلب من الناس اللي هتمشي في جنازته اللي هو اختارهم بالاسم كده، أصدقاء ليه، إن هم يقروا الصفحة دي على قبره لمدة 10 دقايق. الصفحة كانت فاضية خالص، ورقة بيضة خالص، مفيهاش غير إمضته تحت. فكان راجل تايه في المعاني وتايه في الأفكار بتاعته، وكانت قصته قصة عجيبة. هذا الأديب الأيرلندي سامويل بيكت، دي كانت قصتنا، والقصة منقولة من أحد كتب أنيس منصور. قصة طريفة عجيبة كده. فحلقتنا خلصت ونشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. إلى اللقاء.